هذه هي أشهر ساعة في اليابان، كان يرتديها طفل ياباني عندما سقطت قنبلة هيروشيما النووية. تم وضعها في متحف هيروشيما، والساعة تشير إلى 8:15، أي ذات التوقيت الذي انفجرت فيه القنبلة. من المعروف عن الدببة حجمها الكبير، ولكن هل شاهدت من قبل حجم الدب البني مقارنة بالإنسان؟ هذه هي مخالبه، وكفه تقريبا بحجم صدر الإنسان العادي.